دلوقتي معانا على التليفون احد اهم اعلام هذا المبنى، الاعلاميه الجميله صاحبه الضحكه المميزه جدا الاعلاميه سهير شلبي. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه يا حبيبه قلبي، وكلكم طيبين، والتلفزيون المصري طيب، والاعلام طيب يا حبيبتي. 40 عام من التالق والنجاح والرياده داخل التلفزيون المصري، وعديد من البرامج اللي ما حدش يقدر ينساها. عايز ارجع معاكي للكواليس واول حلقه وذكرياتك مع اول حلقه في ماسبيرو. لا ده بصي يعني ذكريات كتيره جدا جدا، وعلى راي اغنيه ورده اهلا والايام بتتكلم كانت قالت عملنا ايه يعني، عارفه الحمد لله احنا يعني سواء الجيل بتاعنا او الجيل اللي قبلنا او اللي قبله او اللي بعدنا برضو، يعني في رصيد كبير جدا جدا محترم وراقي موجود في مكتبه التلفزيون. واللي بيسعدني قوي قوي دلوقتي بقى كمان ان الرصيد ده بيتعاد على مسيره زمان، وبلاقي الصدى بتاعه كل ما بمشي في مكان. صحيح، حتى على السوشيال ميديا. وحتى وعلى السوشيال ميديا انا مش قادره اقول لك، انا بمشي في الشارع كاني موجوده دلوقتي على الشاشه. صحيح، برامجي كلها بتتباع، دردشه، سواح جديد في جديد. سواح ده، واحنا بنتكلم عن السياحه مدام سهير معلش انا اسفه على المقاطعه، ده كان برنامج مهم جدا، يعني حضرتك عملتيه تقريبا 19 سنوات لفيتي بيه كل محافظات الجمهوريه، واحنا دلوقتي بنتكلم عن السياحه وكنا بنتكلم عن مهرجان العالمين، قيمه النوع ده من البرامج وازاي كنتوا بتشتغلوا، لانه ده شغل الخارجي والسفر ده فيه ارهاق كبير على كل يعني الطاقم العمل اللي شغال. شوفي على فكره انت بتقولي لي احنا دلوقتي مهرجان العالمين، انا اهو في مارينا، في مارينا 5، وقدامي الاحتفالات في العالمين الجديده. حاجه مفرحه ومبهجه جدا جدا، مهرجان العالمين عامل يعني مش قادره اقول لك بهجه، والشغل جميل جدا جدا في المنطقه كلها. طبعا بالنسبه لبرنامج سواح ده، برنامج انا تعبت فيه تعب وكافحت فيه كفاح، انا 10 سنين بلف محافظات مصر على رجلي يعني بجد، من العريش للغردقه لشرم الشيخ الاقصر اسوان اسكندريه بورسعيد راس محمد، كل منطقه جميله في مصر. كنت انا تقريبا يعني اول قدم تطع هذه المناطق، وكانت الناس مش مصدقه ان ده موجود في مصر، يعني ما كانوا يشوفوا الحلقات يقولوا لي ايه ده، هو ده هنا عندنا في مصر؟ اقول لهم اه عندنا في مصر، احنا عندنا مناطق خلابه ورائعه وجميله جدا جدا. وكان بيذاع الفضائيه وكان بيعمل نسبه سياحه عاليه جدا من كل انحاء العالم. برنامج سواح انا جالي شهادات تقدير من جميع المحافظين ومن وزراء السياحه على مر السنين، اي وزير سياحه يعني، انه ده كان بيعمل ترويج هايل جدا. صحيح، للسياحه في مصر. وكنت بتعب فيه تعب، انا يعني بقف كنت بال 12 ساعه على رجلي من الصبح بالليل، اصور نصور نهار ونصور ليل. والكواليس دي هي اللي بتخلق الايقونات اللي بتعيش معانا على مدار السنين، وانا الحقيقه بتشرف ان حضرتك معايا النهارده، ولازم اتكلم عن تاكسي السهره كمان، ده ايقونه للتلفزيون. وشوفي تاكسي السهره ودردشه. طبعا دردشه، تاكسي السهره كان جديد من نوعه، ان احنا كنا بنعرض الفيلم في عرض الاول بتاعه، المسرحيه في العرض الاول بتاعها، يعني عارفه كان حاجه بقى يعني جديده جدا جدا، اول مره تتعمل ان احنا يعني نعرض الاشياء وهي لسه حالا دلوقتي بتتعرض. فده برضو كان له جمهور كبير جدا. وبرنامج دردشه بقى اللي كان فيه قمم رموز مصر كلها، يعني كل رموز مصر القمم في هذه الحقبه الزمنيه موجودين في برنامج دردشه. احنا دايما بنقول ماسبيرو هو المدرسه، اكتر حاجه حضرتك شايفه انه اتعلمتيها من السنين اللي قضيتيها في ماسبيرو،
كمان طول الوقت بنتكلم عن المميزات او المقومات اللي ممكن تكون موجوده في الاعلامي اللي تخليه يقدر يقدم عدد مختلف ومتنوع من البرامج زي ما حضرتك عملتي. انا دي مساله صعبه قوي على فكره، يعني انا ما اظنش ان في حد دلوقتي يقدر يعمل كده. يعني انا كنت بقدم مثلا، انا واحده من جيلي وكلنا كل جيلنا كان كده، يعني انا كنت بقدم 3-4 برامج في الاسبوع، اليوم المفتوح 12 ساعه، بقدم دردشه اسبوعيا، بقدم تواح اسبوعيا، كان يوميا في رمضان تاكسي سهره اسبوعيا. يعني عارفه اللي اتعلمته ايه بقى؟ اللي اتعلمته الارتقاء بالمواطن، الارتقاء بالمشاهد، الرقي، المعلومه، الضمير في الكلمه، مهم جدا الضمير في الكلمه، ازاي تقدمي كلمه ليها وزنها وليها قيمتها وبضمير وبمصداقيه. فعارفه احنا كنا دايما بنعمل حاجه جميله جدا جدا، ان احنا بنرتقي بالمشاهد اللي قدامنا. يعني الناس كانت تقلدنا في اللغه بتاعتنا، في مفردات اللغه، كانوا يتكلموا بقى زينا، يعني ما فيش الكلام، كل حرف كان له حسابه. ما فيش الكلام السوقي، ما فيش السوقية في الكلام، ما فيش الكلام البارد قوي زيادة، لا، في رقي، في انتقاء للكلمة، في انتقاء لكل حرف بيتقال، حتى الشكل، حتى المظهر الخارجي. فعارفة ده كان مهمتنا يعني، والحمد لله نجحنا فيها. يعني أنا لما بمشي في الشارع دلوقتي في أي مكان، يعودوا قصاية شعر بسمعها، انتوا الزمن الجميل، انتوا الرقي، انتوا الاعلام المحترم، انتوا ايه ده يا ايه الجمال ده؟ صحيح، يعني يمكن كل اللي حضرتك ذكرتيه استاذه سهير بيصنع ايقونات تعيش على مر السنين، وده الاختلاف الحقيقه. انا بشكرك شكرا جزيلا الاعلاميه سهير شلبي، شكرا جزيلا على وجودك معانا، وكل سنه وحضرتك وكل الاعلاميين بخير.